ونعود دائما لمواصلة فقرات صباح، ودائما كنرحبوا بكل أسر المغربية اللي كيلتحقوا بنا من فقرة التوعية والتحسيس الصحي ومشكل اضطرابات العادة الشهرية مع دكتور عبد الوهاب زيدي. غادي نمشيو عشان نشاركوا الطعام مع الشيف ديالنا شيف بن صبر. صباح الخير. صباح الخير لالا، عواش مبروكة. الحمد لله، حنا على أتم استعداد. اليوم غادي نقيدوا معك يمكن أهم احتياجات اليوم، ياك؟ أيه. اليوم وعدتينا قلتينا غادي نديرو فطور ان شاء الله ديال اليوم، غنديرو اطباق اللي غيمشيو ان شاء الله في اللي غيمشيو ان شاء الله في العيد. اطباق دي سبيسيال، يعني فطور العيد، لغدات العيد، فطور المهم لغدات العيد. الفطور لانه فطور معروف، لانه فطور، لان الفطور كيتبعك الغداء. يعني غادي تعمر طبلة ديال الفطور، يعني انت الغداء كيكون سميت، وخاصه ملي كتكون كدور مثلا، كدور كتمشي تبارك للناس العائله وكدير صلاه الرحيم في نهار العيد، يعني ضروري كتمشي اي دار، ضروري خصك دير الصوم اتاي حلوه، يعني كتمشي للغداء خصك تشارك طعم، ضروري. هذه من عادتنا التقليديه المغربيه، وحنا دائما معودين على حسب المناطق وكذلك العادات كتختلف. كل واحد ونظام ديال الاسره ديالو شنو تحدث شنو تيوجد. بشكل عام المغربيه وسيدات فكره على ونعاونهم، نعاونهم ضروري، نعطيو الاطباق اللي سهله في التحضير، اللي ما كتاخذش وقت بزاف، وخفيفه، خفيفه في الماكله ديالها، حتى في الاكل ديالها خفيفه، يعني ماشي مثلا حنا معروف عندنا في نهار العيد كسكسو، يعني كسكس سبع خضاري ولا تفايا ولا كذا، يعني كيكون داكشي ثقيل. المهم غنحاول نعطيو مثلا كسكسو بطريقه، واحد الطريقه طريقه وصحي، يعني ضروري يعني يكون صحي حتى في المذاق ديالو، حتى سميو خفيف. من بعد غنشوفوا طريقه ديال الطياب ديال الدجاج، وواحد طريقه اخرى ديال الكوكلي. نبقىنا الوقت نشوفوا الحوت، حتى هو نشوف نعطيو شي طبق ديالو، حتى هو يعشق السمك يقدر يقرر سميتو. ولكن حنا شوف مغاربه، حنا الكسكسو عارفين، يمكن هذا هو اللي كيكثر عليه الطلب خصوصا بعد ايام. انا نعطيك الكسكسو بعد هو الاول، باش باش الاخوان والاخوات باش ما يبقاش فيهم الحال. غادي نبداو مع اول طبق اللي قلت لي، الكسكس. الكسكس ان شاء الله طريقه صحيه، وخلاص انه ما كياخذش وقت طويل، يلا ناخذ معنا. عندنا الكسكسو معروف كيفاش الطريقه ديالو، يعني تفويره، ثلاثه ديال التفويرات. الطريقه انا كيفاش تحل بالماء، من بعد نديروا ليه الزيت شويه وكذا، وعندنا نعطيو التفويرات ديالو. هذا جانب. نعطيو سميتو هذا الكسكسو، هذا كسكسو بالقرعه، القرعه الحمراء وبالشريحه، يعني غيكون شويه حلو مالح، يعني غادي ندخلوا فيه القرعه الحمراء. القرعه الحمراء الشريحة، لما بغيناش نديرو الشريحة نديرو الكرموس ديال الكرم النبل اللي موجود، والحيمات يعني طيبين بواحد الطريقة زوينة وخفيفة. غير في التفوار، انا نحاول نعطي للمستمعة ولا النساء ديال الديور ولا سميتو، انهم يحاولوا يفوروا. وهذاك التفوار، داك الماء اللي غيكون ديال التفوار، معروف حنا كنديروا فيه القبطة ديال القبطة باقا منسيمة، كنديروا فيه مثلا مصيلة، يعني كنسموه. نحاولوا نعطيو واحد، العشبة هي اللي تقدر تنسموه. مثلا نعطيو مثلا الاستراغون، نعطيو مثلا الشابات مزيان، حتى هو لان حتى باش ملي كتطلع ديك الفوره كتطلع ديك الريحه مزيان. اللحم، يعني ناخذوا الحيمه ملاج، ولا ناخذوا الحيمه الطروفه اللي بغينا، يعني يكونوا رطبين، يكونوا الجزار ديالنا اللي عنده لحم جديد وكذا. الغيبان في الكسكسو باين، يعني طريفات ديال الكسكسو. اما نديرو بغنمي ولا نديرهم بكري، يعني الاختيار. التوابل اللي غنقدروا نستعملوا، ملحه، بزار، سكينجبير، نستعملوا باقة منسيمة، عندك الزعفران شعرة، ونديروا معها في الطياب ديال هذاك اللحم بصلة، يعني نشلطوا بصلة. مثلا درنا كيلو ديال اللحم، نديروا مثلا ندير واحد جوج بصلات يكونوا مشلضين مزيان، ويطيبوا مع هذا اللحم هذا. سكينجبير، نحاولوا ناخذوا سكينجبير فري، ندير شويه ديال الثومه، نديروا معاه الزيت العادي اللي غنشحروا، هذاك اللحم وكذا. قلنا درنا باقة منسيمة، الا درنا مثلا في التفوار، اما نفوروا في هذاك اللحم اللي غيطيب وكذا، او نفوروا بوحده، ندخل يعني نطيب، يعني نطيبوا في كوكوت اللي كيدير البريمه وتطيب الخضره. نعم مزيان هذاك اللحم، نخليه يطيب، يعني كنشحروه مزيان، ونديروا مثلا الخرقوم، داك الخرقوم بلدي، نخليه يطيب، نديروا معاه عويدات ديال القرفه.
يعني الغاجين لان غنديروا الحلاوه شويه نديروا مع عوده ديال القرفه كيطيب هذاك اللحم عادي كنروي وكنخليه يطيب مزيان. هذا جانب. قلنا القرعه الحمراء كنشدو كنقطعها طريفات كنحيدو من داك القشور ديالها وداكشي نديرو داك الكرموس الهندي ولا مثلا هذاك الشريحه ديال الكرموس ديال الكرم ديال الكرم هذا الكرموس الهندي. كرموس الهندي الكرموس يعني ديالنا الكرموس ديال الباكور يعني الباكور ديال الكرم. هذا ندير مثلا ندير واحد الاناء اللي اما ندخلو الفران اما ما غادي يتسلق. يعني انا كنفضل نطيبو في الفران. علاش الفران كتحافظ لي على الطيبه ديالو وثاني حاجه كيطيب دغيا وانت كيبقى شاد في راسو. وهذا الكرموس حنا غنغسلو ولا غيتقدم هكا؟ لا كرموس غيطيب. انا يعني جايك الطريقه دابا كنشوف داك الاناء اللي غيدخل الفران. انا نفضل غيدخل الفران كندير معاه شويه ديال الطريفات ديال الزبده نحط داك سميتو القرعه الحمراء ياك نحط القرعه الحمراء. بغيت ندير حتى القرعه الخضراء ثاني نحطها نديرها حتى هي وكندير داك الكرموس ديال الكرم مع هذيك القرعه. كناخذ داك الماء ديال المرق ديال اللحم كنحط كنكبو شويه كنكبو في داك الاناء وكندير معي جوج معلقات ديال السكر خليه كيطيب في ديك المريقه كنخليه كيطيب كتشرب التوابل والعطريه اللي كاينه نعم وكيتعسل في الفران كنخليه في الفران شويه كيشد راسو كنهبطو لتحت العافيه ولا كان عندي فران ديال الضوء عادي كنخليه عادي يعني كنطيبو من بعد كنخرج ملي كيطيب لي اللحم عندي كسكس مفور هنايا كيكون عندي مثلا نقدر باش نتزين التزيين نقدر نستعمل داك التمر التمر يعني التمر يعني النوع المزيان كل كيدير داك المجهول امبيكابل في الكسكسو كنحط الكسكسو ديالي يعني في القرعه باقي ما عرفناش القرعه الخضراء الحمراء القرعه الحمراء صافي طابت القرعة الحمراء اللي درناها مع الكرموس مع الكرموس والفران ما القرعة الحمراء لا قلت القرعة الخضراء القرعة الحمراء دابا غادي ندير القرعة انا حتى اضافة القرعة ديال الخضراء تنزيدها والكرموس ديال الكرم هذا كنحطو كلهم في اناء وكندير ديك لاصوص نعاود نذكر يعني كندير لاصوص ديك المريقة ديال اللحم وندير عليهم جوج معلقات ديال السكر ياك ولا ندير مثلا ندير واحد ناخذ داك الماء ديال اللي غادي اللي طاف فيه اللحم نقدر ندير فيه معلقه كبيره ديال العسل يعني نخلطه ونكبوا عليه نخليه كيطيب في الفران كيطيب مده ديال 10 ديال الدقائق يعني ما كياخذش واحد وقت كبير لانه دغيا كيطيب كيتحمر وتعسل كيتحمر وكيتعسل مزيان. هنا التزيين هنا نقدر ندير القرقع ندير اللوز ندير البيض مسلوق يعني حاجه غتمشي مع هاد الخضر اللي عندي غتمشي مع هاد الخضر اللي عندي مثلا يعني كندير الاناء ديالي اللي غنقصريه او مثلا داك التفصيل اللي غنسربي فيه هاد الشيء كندير الكسكسو ديالي ياك كنحاول ندير داك الحيمات اللي طابوا نحطهم من الفوق كنشد داك لاصوص ديال داك اللحم كنعاود نسقي به هذاك الكسكسو ياك كنسقي بالكسكسو وكنبدا نزين كنحط داك القرعه الخضراء القرعه الحمراء يعني فوق من داك اللحم نزيد مثلا ندور عليه كرموس ندير مثلا القرعه الخضراء ديالي نقسمتها على طول على النص يعني كنبدا نزين فيها كندير لنا القرعه الخضراء نديروا الكرموس الخضر والحمر يلا باش يجيو الالوانيه هذيك. انا مهم انا نشوف لك الاختيار العين غتاكل لك الاختيار لك الاختيار هنايا ندير سميتو نسيت في التفوار ديال الكسكسو نحاول ما نحلوش بالسمن نحاول نحلو بالزبده باش ما يعطينيش الطيبه ديال السمن شويه مجهده لان نحلو شويه بالزبده كندير داك سميتو الزين قلنا كنحطو اللحم الفوق كنحطو مثلا القرعه داك القرعه الحمراء داك الكرموس ديال الكام يعني قلتي انت بغيتي ديري حتى داك الاخر الكحل والخضر مزيان هذيك لك الاختيار وكندير القرعه الخضراء ديالي من الجناب وكندير البيض مسلوق كنحاول نقصبو على جوج حتى هو كنزين به وكندير اللوز كندير القرقع وكندير التمر داك المجهول حتى هو كنحطو يعني كان كتزين وبصحه وراحه يعني هذا كسكس المناسبات قلنا ياك بلمسه شويه فنيه دخلنا عليه يعني كسكسو هي ديال المناسبات ولكن تفل الاكل ديالو يعني صحي ومع الحلاوه كتحبس لك شويه الشهيه يعني ملي كتبقاش تاكل بزاف
طيب شكرا لك شاف. الاقتراح الاول كان كسكسو بطريقه اللي قلنا خدرناها دابا بالكرموس اللي هو فاكهه الموسم. كذلك نقدروا ندخلوا عليه بعض الاضافات قلنا كذلك القريعة الحمراء القريعة الخضراء ممكن كذلك نديروا عليه التمر ممكن نديروا عليه كذلك القرقاع اللوز اي حاجه على كذا فواكه جافه نقدروا نذوقوا به ما كاين حتى مشكل. يعني المهم هاد كسكسو مستوحى من واحد البلاصه يعني مهم بلاصه كنسموا حنا شي هضمه يعني الناس الشاذمه كيديروا هذا الشاذمه كيديروا هذا الكسكسو هذا في في المواسم ديالهم يعني في الموسم ديالهم كيتذوقوا البيض الكامل وكيتذوقوا البيض الزبديه بالفاكهه هذا. المهم هذا كفكره كفكره يعني كنقولوا حنا كونسيبت يعني خلينا وزدنا عليه مثلا ما كاين ما في لا تيديروا في الخضره لا والو زدنا في القرع الخضراء القرع الحمراء زدنا عليه الكرموس ديال الكرام يعني موجود الحمراء حلوه مع الفواكه كتمشي كتواصل. نعم طيب الكسكس الاول حنا خدينا المقادير والطريقه ديالو شنو الطبق الثاني؟ الطبق الثاني غنديروا كوكلي غنديروا كوكلي كوكلي معمر كوكلي معمر. نعم كوكلي عندنا المهم كوكلي كان لافارس ديالو بالفيرميسال شينواز وبالخضره الشعريه الصينيه والشعريه الصينيه والخضره كنحتاجوا في الخضره كنحتاجوا القرع الخضره قرع قرع الخضره كنحتاجوا الدنجال كنديروا مثلا شويه ديال كنزيدوا حتى الشامبينيون بغينا نزيدوا شامبينيون نوار ولا شامبينيون فري ولا شامبينيون العادي ديال 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 لي بواط وكننسموه كنديروا ملحه بزار سكينجبير ثومه عصير ديال الحامض هاد القرعه الخضراء القرعه الحمراء عفوا الدنجال القرعه الخضراء كنقطعها دويرات دويرات هي الدنجال وكنديروا الثومه نديروا شويه الثومه والزيت العود وندخلها الفران ما نطيبهاش في المقله وداك الشيء علاش لا غنطيبها في المقله ولا غنقليها ولا سميتو يعني كتكون شبعانه زيت وكذا اللهم ندخل الفران من ندخل الفران نحاول نخليها تحمر شي شويه يعني غير من الفوق سميتو وتحمر شي شويه ونخليها شويه رطبه مزيان كنخرجوها من بعد كنشدو الفيرميسا شينواز كنشدو كنسلقوه في الماء في مرق ديال الدجاج كيكون عندنا مرق ديال الدجاج ولا كندير المرق ديالي كنشدو كنسمو بلي ليغيم اروماتيك كنزيد عليه شويه ديال شي مونسيم ديال الدجاج وكذا يعني اللي غتعطي داك الطيبه ديالو ولا كناخذ دوك الجنيوحات الجنيوحات الزايدين دوك اللي كنحيل العناق وداك الشيء نحاول نسلقهم شويه مع ليغيم اروماتيك باش ناخذ داك الماء ديال الطيبه ديال المذاق ديال الدجاج وكنسلق فيه داك الفيرميسال ملي كنسلق في داك الفيرميسال كنحاول ندير واحد المقيله مقيله كندير فيها زيت العود كندير فيها الثومه كندير فيها العصير ديال الحامض كندير سكينجبير فري حتى هو كنديرو كندير شويه القزبر والمعدنوس مزيان وكندير حتى نزيد عاوتاني البط نزيد شويه الكبده داش الكبده ديال الكبده ديال هاد الكوكلي هذا حتى هما نقطعهم طريفات ونحاول نشحرهم شويه ونزيد عليهم داك الفيرميسال ونزيد عليهم داك الخضيره من بعد ملي كنزيد الخضره صافي كنخليها كتبرد هي باش غادي نعمر بها داك الكوكلي مزيان حنا غادي نوقفوا في هاد المرحله هذه ياك غادي نخليو نعمروا الكوكلي ديالنا والسيدات المستمعات راه متبعين معنا المراحل وحنا اليوم كيف ما قلنا قررنا اننا نعطيكم وصفات اللي سهله اقتصاديه لوجبات يمكن ديال الغداء او حتى العشاء الا كان حبابكم وناسكم غادي يجيو يباركوا لكم ويطلوا لكم في ديال العواشر او حتى في يوم العيد فبصحه والراحه. المزيد من التواصل على ارقامنا دائما المعتاده 0522 31 33 33 او رقم ثاني اللي هو 0522 30 30 00. راجعين بعد فاصل اشهاري قصير خليكم معنا. طيب نعود معكم مستمعاتي في اجا شركوت عام كعاده كل يوم اثنين واربعاء ودائما احنا معكم مع شوات الاطباق. المزيد من التواصل على ارقامنا المعتاده وحنا اليوم قلنا شوف ديالنا ياك احنا في الاواخر ديال شهر رمضان الكريم خصصنا حلقنا ديال اليوم لعيد الفطر ان شاء الله يدخل عليهم بالصحه والسلامه ويقضوا مع الاهل والحباب لان الهدف هو الزياره ياك وصله الرحم واي حاجه كنحطوها مقبوله ما كاين مشكل قبلوا علينا وقبلوا علينا لا هذاك الشيء اللي كاين المهم غير 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 الانسان يعني ملي كتمشي عند الخوك ولا عائلتك كتمشي بديك الابتسامه حتى الابتسامه راه صداقه صحيح فهمتيني يعني انت ملي كتمشي كتريح معاه وكذا المهم ماشي من مشاركه الاكل ماشي الماكل الاكل الروح ديال التواصل والاسري اللي كيكون هذا هو اللي كاين. طيب حنا كنا كرم المغاربه ما عنده حدود الحمد لله اي واحد كيجي عندنا كنفرحوا به كسكسو
هذا هو الطبق الرئيسي المغربي التقليدي ديالنا اللي كيجمع كاع الحباب. هذاك اسم القانون هذاك كيجمع كاع الحباب. الحمد لله عطينا الطريقه وكيفيه اللي هي خليتي انت اللمسه الخاصه ديالك. دخلنا فيه القرعه الخضراء اللي السيدات اللي يلاه شعلوا الراديو بغاو يعرفوا معنا شنو قدمنا من اطباق. فقلنا الكسكسو خضرناه بالقرعه الخضراء القرعه الحمراء وداك الكرموس دخلنا ليه الكرموس الخضر والكرموس الاحمر. هذاك الفواكه اقتراح ديالك هذاك. اي الفواكه اللي جافك باش نكملوا الالوان ضروري الخضر والاحمر. وكذلك قلنا غادي ندخلوا فيه التمر ممكن تدخلوا فيه القرقاع اللي في خبزك ونقدروا نديروا اللوز وكذا ونقدروا نديروا مثلا حتى الكرموز حتى البيض مسلوق حتى هو اللي بغينا نزيدوا وكنسقيو هادشي كامل. يعني السيده والاجتهاد ديالها ممكن تختار اللي كتحب واللي كيبغي وليداتها ما كاين مشكل. اقتراح ثاني قلنا غادي ناخذوا كوكلي معمر. كوكلي معمر ياك وصلنا وصلنا دابا في الشعريه الصينيه. الشعريه الصينيه يعني درنا فيها هذاك مقيله بعدا قلنا ديجا دخلنا القرعه الخضراء والدنجال دخلناه للفران. عندنا الشامبينيون حتى هو اللي بغينا نزيدوه. الشامبينيون حتى هو كنشحروا مع ديك الكبده كنديروا الكبده وداك الشيء كنشحروا مع زيت العود ثومه سكينجبير وقزبر معدنوس فهمتي وكندير شويه ديال الزعتر ولا كنديروا شويه ديال سميتو كنشحر هادشي كامل. ديجا سلقنا هذاك الشعريه الصينيه سلقناها في المرق ديال الدجاج شدينا قطعناها وحطيناها حنا مع ديك هذاك البريباراسيون اللي درنا ديال الكبده وديال الشامبينيو وكذا وعاد كنزيدوا داك الخضره القرعه الخضراء القرعه الخضراء والدنجال صافي نحاول نجمع هادشي كنزيد نشوف الملحه بزار نحاول نعطرو نعطيه شويه ديال العطريه يعني باش يدخل داك المذاقات كاملين يعني كيدخل مع بعضياتهم. كنشدو هذاك الكوكلي ناشف مزيان مغسول مزيان ناشف منقي مزيان كنشدوه هذا كنحاولوا نشرملوه باش نشرملوه في عصير ديال الحامض سكينجبير الثومه والزعتر. يعني سكينجبير زعتر ثومه وعصير الحمض عصير ديال الحمض مليحه بزار لا ضروري شويه ملح بزار ملح بزار عندنا ملح بزار يعني في لافاكس هنا كنزيدوا شويه ثاني ملح بزار. يعني هذه هي الضغميره اللي غادي نقوم بها هذه هي الكوكلي مش غادي نشرملوه يعني باش غادي سميتو كنشدوا ديك لافاكس كنعمروا داك الكوكلي ملي كنعمروا الكوكلي كن يعني كنسدو كان اما نخيطو او ما كنخشي داك الفخيضات ديالو في داك لوكو ديالو. المهم كنجمع هنا عندي جوج ديال الطرق يا اما نطيبها بالطريقه المغربيه العاديه ديالتنا يا اما ندخلهم للفران يعني على حسب اختيار ديال السيده. اختيار السيده يعني ما هنا كيفاش في البنة ولا في المذاق ما كيتغيروا يعني كيبقى المذاق لا ما هنا ما كيتغيروش سميتو احنا في المذاق ديال الفران يعني معروف يعني كيكون محمر طيب ناشف محمر وكذا درنا ليه الزبده شويه وكذا ودخلناه للفران يعني كنحطوه يعني منين تفت السربيه ديالو كنحطو كنديرو فواحد لاسالادي ماشي سالاد كنديرو لاسالاد فيغت في طبسيل كبير وداك الشيء وكنحطوه تيكون سميتو وكنعاود الا بغينا نقدموه ناشف شاف ياك ناشف ناشف ناخذوه ناشف مع المريقه الاولى كنديروا معاه واحد الكارنيتور ديالو كنديروا دي سيجار ديال الفخوماج ولا بريوات ديال الفخوماج فهمتي فخوماج وبصله وكذا هذاك كارنيتور ديالو انا كخضيره سوتي ممكن احنا بغينا يعني بزاف ديال عندنا بزاف ما يدار يعني حتى الروز ندخلوا فيه لي زامون دي فيلي الزبيب كذا يعني يكون شويه حلو مزيان. هنا بغينا نطيبوا بالطريقه العاديه ديالنا الطريقه المغربيه يعني الطريقه ديال العراس يعني كنشلضوا بصيله كنديروا اللقامه ديالتنا اللقامه ديال الدجاج يعني اللقامه العاديه ديالتنا ديال الدجاج قزبر معدنوس يعني كنديروا باقه ديال القزبر معدنوس كنحط هذاك الدجاج ديالي كيطيب كيتشحر ليا مع ديك البصيله ياك وكنديروا سكينجبير ملحة بزار سكينجبير خرقوم بلدي كنديروا الزعفران شعره كنديروا معلقه ديال السمن يعني كنخلي هذا الشيء هذا كيتشحر صافي كنخليه كيطيب. انا بغينا نعطيه واحد الطيبه اخرى مثلا اما نطيبوا عادي كدغميره بوحدو يعني عادي مزيان. هنا كنقدر نزيد مثلا نعطي شويه ديال اللي غندير معاه مثلا البرقوق ولا ندير معاه مثلا داك المشماش ولا مثلا ندير معاه مثلا داك الشريحه نعطي الشريحه عاوتاني نعطيك مثال ديال الشريحه يعني كنطيب انا هادشي كندير معاه عويدات ديال القرفه وكنخليه كيطيب حتى كيطيب مزيان كنحاول كنطيب هذاك ملي كيطيب هذاك الدجاج كنحيدو وكندير شويه ديال زيت العود
كنخلي كيتشحر هذيك البصله مزيان. ملي كتشحر كندير معلقه ديال العسل يعني باش نغمرها مزيان. معلقه ديال العسل لان فيها القرفه ولا القرفه ضروري نستعملوا شويه ديال العسل. نستعملوا العسل كناخذوا الشريحه الشريحه كنفوروها. ملي كنفوروا ديك الشريحه كنحاول نحيدوا داك النبته ديال داك التحتاني نحيدوه ونحلوه شويه باش كنعمر بالعقده ديال اللوز. يعني كندير شويه العقده ديال اللوز كنزيد مع شويه العسل القرفه كندير مع الزبده وكنبدا معكها مزيان. يعني كنعجنها مزيان يعني ممكن بدا نحمر بها داك نعمر بها داك عندك الشريحه. كنحاول ناخذ واحد شويه ديال المرق ديال الدجاج كيكون ديجا باقي ما تجيش ناشفه ما معقدش خليها في ديك المريقه كندخلها شويه في ديك المريقه كنخليها هي اصلا مفوره راه طيبه. يعني كنزيد لك المريقه باش تعطيها ديك النسمه ديال الدجاج. ملي كنحط ملي كنغمر هذيك سميتو كنغمر هذيك لاصوص كتجي عاقده واقفه كنحاول يعني كندير التبصيل ديالي ياك وكنحط دوك الكوكليات نحاول نحمرهم شويه في الفران. يعني شويه الزبده ونحمرهم شويه في الفران كنخرجهم كنحطهم كنسربيهم كنحطهم وكندير ديك الدغميره من الفوق كنغطي بها داك الكوكليات وكندير داك المشماش وندير مثلا البرقوق ولا ندير مثلا هذاك داك الشريحه اللي معمره بالعقده ديال اللوز كنحطها من الفوق فهمتي وكندير لوز مقلي او مثلا القرقع او ندير مثلا في خويسك وبصحه والراحه. هي طريقه تقديم فيها جوج الانواع يعني خلينا الطريقه الاولى مفتوحه للسيدات يختاروا يعني اللي بغاو يعني ناشفه بغاو مريقه دغميره مغربيه تقليديه راه حنا درنا الصلصه والصوص بلديه نعم. وخضرناها بفواكه جافه وخضرنا كذلك بالمشماش والبرقوق والشريحه نعم. تاهي كذلك تجيو ماتين بعضياتهم هذا كيبقى اختيار الاختيار الاول قلنا غنخليو غير في الطبع ديال الغرميسال وكذا وكندخلوه للفران اييه وكنقدموا مع السيجار اللي قلنا ديال السيجار ديال الفرماج والبريوات الصغار ديال الفرماج ولا بالفرماج والشاركيتي ولا بالجومبون يعني ضروري وكيبقى لنا شوف مرافق سلطه ولا خضيره ولا اللي بغيتي كنديروا الروز مثلا كنديروا مثلا خضيره مسلوقه مسوطيه شويه كنديروا مثلا دي ليغوم نوفيل مثلا حتى هما كنديرهم يعني كنخلي الاختيار يعني سميتو هاي من حاجه بغي... خرجنا جوج الاقتراحات نديروا الثالثه نديروا مثلا زيتون مسلله كنطيبوا على شكل طاجين يعني زيتون مسلله يعني كندير كنحط البصله كنديرها في طاجين عافيه مهيله كندير البصله كنحط داك الدجاجات ديالي داك الكوكليات ياك كنخلي كندير بصيله عاوتاني من الفوق يعني داكشي العادي بحال مثلا اللي كيديروا في الناس ديال الباديه تهما يعني يعني كيستافدوا من هذه اصلا يعني يديروها يعني كنحط هذاك كندير بصله من الفوق كنسد على داك الطاجين وكندير التوابل ديالي العاديه ملح ابزار سكينجبير ثومه شويه العصير ديال الحامض حتى هو كذلك هذا كيبقى طاجين بلدي يعني غادي نطيبوه بالسلاله وبالبصيله نعم كندير من الفوق قزبر معدنوس كنخليه كيطيب ملي كيطيب ملي كنقرب كيطيب شويه كنحيدو كندير داك الزيتون مسلله من الفوق وكن نغطي عاوتاني نخليه كيطيب عاوتاني مره حيت هذاك البصله من عافيه مهيله البصله غتطلق الماء ديالها الدجاج غيطلق الماء ديالو الزيتون غيطلق الماء ديالو المهم سميتو الا كان خاصها شي شويه نحاول نزيد شويه ديال ما نكثرش الماء لان القياس اللي غادي يروي لي الطاجين وبعد ناكلو بصحه والراحه تقريبا القياس ما بين 30 دقيقه 35 دقيقه ياك بحال داك الشكل يعني ما ياخذش وقت لان كوكليد غير كيطيب وصحه والراحه للمستمعات اللي كيتبعوا معنا اليوم كيقيدوا الوصفات الخاصه بالعيد الفطر السعيد ان شاء الله كاقتراحات اخرى جديده احنا باش نربحوا الوقت احنا غاديين كنعطيوهم الوصفات شوف نعطي واحد اقتراح هي بالصفه الصفه ديال الشعر الصفه كتكون بين الشيوات المطلوبه بزاف ديال الشعريه وفيها الصفه هذه فيها الدجاج شو غتكون مدفونه اما مدفونه احنا الصفه مدفونه هنا الطريقه يعني معروف يعني الدجاج كنطيبوه عادي كنطيبوه كندغمروه عادي وكنحيدو كنحيدو داك كنحيدو العظومه وداك الشيء وكندير داك الصفه كتفور يعني معروف يعني الصفه كيفاش كتفور وداك الشيء نحلوها شويه لا نقولوا حتى المبتدئات اللي ما عارفينش انا الصفه طريقتي هلا قولي طريقتك انا طريقتي انا الصفه شنو كنشد كندير كندير الصفه كنشد الصفه كندير لها الزيت هذه وهي بقى غير شعيره كندير لها الزيت كناخذوا ديك الشعيره الرقيقه اللي كتشعر الشعيره الرقيقه ديال الصفه ديال الصفه ماشي الشعيره الغليظه ولا سباغيتي لا كنديروا ديك الشعيره الصفه ديك الرقيقه اش كندير كنشدها كنفورها
تفورها تفور الاولى مزيانه كنبلوها بعدا بزويته كندير شويه الزيت كندير شويه الزيت وكنديرها في الكسكاس كنخليها تفور وكنسد عليها مزيان وكنخليها تفور مزيان ملي كتفور كنحيد هذاك هذاك ولكن خصها تكون السفه تكون كاليتي مزيانه هي من نوع مزيان نوع مزيان يعني ملي كتفور مزيان كنشدها كنقلبها في تقريبا شحال القياس شحال نخليوها كتفور يفو كيبالك الفار كيبالك الفار طالع صافي كتحيد كتخليه واحد شوية واحد 10 ديال الدقائق شوية كنزيد شوية في ديك التفويرة ديال يعني كيف غتاخد ثلاثة ولا أربعة ديال التفويرات ياك انا كنعطيها انا جوج ديال التفويرات جوج فقط انا جوج هي نورمالمون ثلاثة تفويرات ثلاثة تفويرات وسميتو انا كنعطيها جوج الطريقة ديالي كنعطيها جوج وهذه اقتصادية حتى في الوقت مزيانة مزيانة سولتك هذا هو اللي كاين مزيانة سولتك يعني ربح الوقت كنشد هذاك الكسكاس يعني كنشدو كنقلبو في شي بانيو كنقلبو في بانيو وكندير كنعمر عليه الماء كندير الماء كنسد عليه ماشي اون فوا كنسد داك كنشعلو كندير داك الماء كنكب عليه الماء كنغطيه يعني تغطى بالماء كنغطيه ما نخافش من تعجن ما غاتعجن ما والو انا قلت لها على حسب الكاليتي عاوتاني ديجا كاين فيها الزيت كندير هذاك سميتو كنغطيه وكنسد يعني كنسد عليه نستعلم مثلا بابي سلوفان ولا 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 شي بلاستيكا ديال ديال بلاستيكا اليمونتير وكذا كنسد عليها كنخليها علاش لان حتى في الكسكسو مثلا باغ اكزومبل كسكسو يعني كسكسو لا الا فورتيه ما تخافيش منه ملي كدير الماء وداك الشيء ما تخافيش منه علاش لانه باقي سخون كذا كيشرب هو كيشرب هو داك داك الماء هنا كيساعده باش هنا الشعريه هذا الشعريه الشعريه والصفه ملي كنكب عليها الماء وداك الشيء يعني اون فوا كنحطها كندير عليها الماء يعني مع السخونيه ديالها ملي كتشرب ملي كتشرب صافي كنحاول نحلها شي شويه كنحلها شي شويه وكنعاود نعطيها تفويره ثانيه كنخليها تكتبرات مزيان نصفيها من داك الماء ونعم ما غاد الماء الماء تقدر تشربو كامل تشربو كامل حتى الا بقى الماء شويه ولا شي حاجه تقدر تصفيها ماشي شحال نخليها ديال الوقت تقريبا مغطيه انا كنخليها مثلا كنخليها واحد 10 ديال الدقائق باش نجرب الطريقه ديالك انا هذه الطريقه كنخليها هي 10 ديال الدقائق 10 ديال الدقائق على سميتو كنخليها ولا 15 دقيقة حتى كتبرد سميتو كنحاول نحلها شي شوية وكنعاود نديرها في كسكاس ونعطيها تفويرة ثانية هذيك التفويرة الثانية صافي كتكون عندي كافيها يعني هذه طريقة يعني هذه كنت خديتها تعلمتها صراحة يعني ماشي يعني متذكرتها ولا كذا تعلمتها من عند يعني طباخات يعني معروفة يعني في طنجة في مراكش كذا هذول اللي معروفين هذه خديتها من عندهم محترفات لا الاحتراف اللي عندهم عندهم الكتب ديالهم يعني سموها بشويه الملحه ياك ضروري كتملحها ضروري كتملحها وخليها تفور تفوره ثانيه صافي كتفور تفوره ثانيه انا كتجيني بركه ايه شربت الماء شربت الماء خدت سميتو التفوره الاولى يعني خدت تفوره مزيان شربت الماء عطيناها التفوره الثانيه صافي صافي كتكتفي من بعد كنعطيوها داك من الملحه ملحنا شي شويه صافي كندوزو حنا الطياب ديالنا الدجاج هنا الطريقه العاديه اللي معروفه هو كنغمروا الدجاج كنسميش هنا الطريقه غنعطيها طريقه اخرى طريقه اخرى يعني طريقه ماشي هي الدجاج كنشدو انا كنحمرو الدجاج كنحمرو بعدا كنشرملو بعدا في واحد الشرموله ديالو الشرموله اش كندير هي هو السفه مردومه بطريقه عصريه وجديده كندير ثومة مزيان كندير عصير ديال الحامض كندير زيت العود كندير سكينجبير فري كندير الأعشاب موسمة كنعطيها طيبة ديال الأعشاب كندير معها صوص صوجة يعني هذه طريقة عصرية ماشي طريقة عصرية ماشي طريقة مغربية هذه طريقة عصرية كذا هذه كنشدها كنشرملو في الإقامة ديالو كنشرملو كنشدو كندخلو الفران كيطيب دخلوا الفرن يعني ديجا وهذا الدجاج هذا كنخليه يتشرمل مزيان يعني ملي كنطيبو غد محل غدا كنشرملو اليوم كنخليه كيدخل مع هذاك سميتو الأعشاب ديك الإقامة ديالو نعم أعشاب موسمة شنو كندير كندير لاسيبولات كندير الشابات وكندير الاستراغون يعني الطرخون ولا كندير بغيت ندير الزعتر والحبق
زعتر الحبق وتا هو ورقه الناموس يعني كيتماشى وهادشي غيمشي مع مذاقه ديال السفه مدفونه هذه السفه مدفونه بطريقه اخرى يعني حد مولفين حنا السفه يعني الطريقه المغربيه كنخليها انا كيتشرمل كنديرو في الفران كندير معاه طريفات ديال الزبده كنخليه كيتحمر هذاك الدجاج ملي كيتحمر كنخرجو كنشد هذاك داك الماء اللي طاف فيه او داك الماء اللي خرج ليا من داك الدجاج كنخليه ابار كنشد داك الدجاج ديالي كنحيد ليه داك العظومه كنحيد ليه العظومه ما كندير داك الصفه كناخذ داك المرق ديال الدجاج هذاك المرق ديال الدجاج شنو كندير كنشدو كنحاول نريدويه كنعقدو كنعقدو شي شويه كنخلي ما ندير شويه لا كريم فريش ولا اما ندير داك لوغو دقيق ودقيق والزبده يعني كنخلي سفانيت مودرن هذه فيها لا كريم فريش وفيها ضروري هذه عاديه هذه من بعد كندير سميتو كنخلي كتريد وهداك ديك لاصوص كنخليها كتعقد كتعقد ملي كتعقد كندير داك السفه ديال كنحاول واحد شويه ديال لاصوص كنحاول نخل به هذاك ديك السفه باش تاخذ داك مابقاش ناشفه كندخل به ديك السفه نيت وكنحط يعني السفه كندير في لاصيات في الطبسيل وكندير داك الطريفات ديال الدجاج داك الطريفات ديال الدجاج وكنكب هذيك لاصوص من الفوق ديال الدجاج وكن من الفوق ديال الدجاج صافي كنحطها وكندير هذيك شويه ديال الطرخون وداك الاستراغون والشابات وكذا كنحاول نقطعو نهار شي شويه ونديرو من الفوق وكنقدمو يعني كيبان الدجاج راه باين ما كان الدجاج باين ما كنردموش يعني ما كان سميتو كنحط من الفوق كاين طريقه اخرى كاين الناس اللي ما كيديرش ما كيفرتكش داك الدجاج ما كيديزوشيش كيخليه صحيح ما عندكش الشعريه ما عندكش الشعريه وداك الشيء داك الصفه كيخليه هكاك صحيح صافي وبصحه وراحه ونقدموها بصحه وراحه هذه طريقه ديال السفه مدفونه او السفه العاديه قلتي شنو كيما طريقه عصريه يعني سميتو حنا كنعرفوا حنا الطريقه المغربيه الدغميره ديال الدجاج والمستمعات لهم الاختيار يختاروا ضروري طيب حنا دائما مع وصفات ودائما كنتواصلوا مع المستمعين والمستمعات اللي كيتواصلوا معنا دائما عن طريق سواء المكالمات الهاتفيه او حتى كذلك عن طريق الاس ام اس فكثير ديال الطلبات حابين شي حاجه كذلك خفيفه حتى في الغداء سلطات او مثلا كنعرفوا عندك سلطه العائليه اللي كتجي مجموعه الا عندك شي اقتراح باش نكملوا المنيو ديالنا ان شاء الله اقتراح ديال الانسالات اقتراح ديال الانسالات نحاول ناخذوا لا فريد كتقول لك الميكرو حيد يدك حيت هو كيشرب الدو تيطيب على اساس انه راه كوزيرا فواخد راحته هو ما عندوش مشكل ضروري ناخذوا سلطه خفيفه ياك وفيها الليغوم بزاف ندخلوا فيها خضر خضر عندنا هذه خضر مثلا ناخذوا شويه من الجلبانه الخضراء اللوبيا الخضراء سميتو ناخذوا القرعه الخضراء كان الخيز حتى هو نديروا مثلا نجلات ناخذ حتى الدجال نديروا الروز او لي بات لي بات عاديين يعني كنسلقوهم عاديين يعني في الماء سخون وشويه ديال الزيت وكذا ونحاول نعطيها شويه ديال الاعشاب انا يعني المهم انا كنشوي الاعشاب يعني حتى هي صحيا وكتعطي شويه ديال الطاقه كنسلقوا في هذوك لي بات ديالنا مثلا ناخذ طاغلياتيل ناخذ هذوك لي بات طاغلياتيل كنشدو كنسمو كندير كنسمو باش كنشرملو كنحاول نشرملو هذاك البات نعطيه واحد لاصوص صوص اما صوص خضراء اما صوص عاديه ولا ندير مثلا مايونيز عندي نقدر نديرها وداك الشيء نقدر ندير معها الفرماج ندير معها الفرماج والجومبون فرماج وجومبون مع المايونيز وكذا وندير المايس وكنحطها فوق وسط ديك لاسيات كنجي الخضره ديالي الخضره ديالي ديجا مسلوقه هنا نقدر مثلا ندير ناخذ واحد هاد الخضره يعني جلبانه مثلا والخيزو نديرو شويه ديال اللوبيا الخضراء كذا نقدر ندير مثلا داك لي شو دو بروكسيل اللي كانوا كاينين حتى همايا سميتو نقدر ندير مثلا داك الفجل الصغير حتى هو كنقطعو وكنحط ملي كنقطعو قبل ما نسربيه كنديرو في الثلج علاش كيبقى فخي
حيت اللي قطعتيه وخليتيه يعني كيبدا يصفار كيدبال اللهم نشدو كنحطو في الثلج. هذيك كنصيحة يعني مثلا عندي مثلا كندير شي حاجه مثلا بحال لي زونديف كذا كنقطعهم ثم كنحطهم في الثلج. كندير مثلا البيرسيل مثلا قزبر معدنوس هو كنحطو في الثلج. علاش كيبقى محافظ على ديك الخضوريه وكيبقى واقف محافظ على اللون والتراويح. الخص حتى هو الخص حتى هو ملي كان سميتو بغينا نستعملو كذا كنحلو وكنحطو في الثلج. أيه. يعني كنحطو مع لي كلاصون داكشي كيبقى حافظ على ديك الخضوريه كيبقى محافظ على داك ما يكونش يعني مدبال. يعني اون فوا صافي كنستعملو صافي كنشف وكنحاول نستعملو. كنشد داك الخضره دي محافظ على ديك الخضوريه وكيبقى واقف محافظ على المستمعين والمستمعات اللي كنهنيهم بعد عيد الفطر السعيد ويدخل لهم الصحه والسلامه ان شاء الله وبطول العمر وبالرزق وان شاء الله ان شاء الله نتمنوا من عند الله يعني تحل داك المشكل ديال فلسطين صراحه يعني داك يعني قربنا معهم والله ينصرهم صراحه الله ينصرهم. كنشكرك شافو كنشكرك كذلك المستمعات اللي كتواصل معنا.